بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بإذن الله تعالى نريد نمر على أبواب كتاب التوحيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Урматтуу шейх хафизах улла, Аллах тааланын сактаган болсун. Аллах таалага мактоолорду айтып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям салаваттарды айтып, андан соң айтат, биз китабы таухид, жалгыз кудайлык китеби тууралуу ошо китебинин кээ бир баптарынан өтөбүз дейт. Наам. Аввалан лимаза надрус ат-таухид? Биринчиден таухидти, жалгыз кудайлыкты эмнеге окуйбуз? Наам. Лимаза надрус ат-таухид? Эмнеге окуйбуз? Биринчиден Аллахтын хакысы. Хаккулла. Хаккулла аль-ибад. Аллах тааламыз ошо үчүн жаратты. خلقنا الله لنوحده. الله تعالى جل هذا توحيد الله. نعم. لا تقبل العبادة إلا بالتوحيد. التوحيد بالمين بيرد على عبادة خالد بالبيت. يدخل الجنة. لا يدخل الجنة إلا موحد. التوحيد جمان دكتور بكفرات بلد. التوحيد نعم، تكفير للذنوب، تكثير الحسنات. غنولر كتشلت جنات صوبچلوق иштер көбөйтүлөт. خلقنا الله. طيب. و ايضا ممكن يسالك انسان يقول انت موحد؟ تقول نعم. يقول ما هو التوحيد؟ لا بد تعرف ما هو التوحيد. نعم. ошондой эле мисалы бирөө сенден сураш мүмкүн. Сен муахидсиңби сен? Сен ошо исламды кармасың, оо деп айтсаң, анан сурайт анда. عند سنة سورة توحيد تيجي نمني عند توحيد تقرأ مثلاً عند مني دبسرة سنة. نعم، حتى لا نقع في الشرك. ترى شو ندل من واقعي وسمنك شرك تشوف قلب عشوي سجون. طيب ما هو التوحيد شرعا؟ إيه توحيد شريعة تقرأ نقطة ما سمنه. شريعة. نعم، تعريف التوحيد شرعا. شريعة تقرأ توحيد نقطة ما سه. شريعة تقرأ نقطة ما سه. توحيد بل الله من يوزن عن تعلق بالقول ربوبيتنا وألوهيتنا جسم صفاتنا أنا جالس. نعم، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد تيجي جالس خدائي لوك تيجي بقول الله تعالى نوزنا تاندخ بقون عن الربوبية تندا عن الألوهية تندا جالس اسم صفات تندا الله تعالى جالس دبلي. كم أنواع التوحيد؟ توحيد نقاش تروار. ربوبية. ربوبية. توحيد عبودية. طيب ألوهية نقول. الأسماء والصفات. أسماء الصفات. نعم، ثلاثة. توحيد تين ثلاثة تروار. توحيد الربوبية ده يطلعت. الله تعالى نوزن أعمال دارن جالس ده. توحيد الألوهية الله تعالى يبرة تا جالس ده. جانا اسم صفات تردا الله تعالى جالس ده. ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية ده يعني الله تعالى نشتره. ده جرات وده أشخاص وده جانا إيل كل ده. إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. نعم. بل توحيد الربوبية دين الله تعالى ربوبية جالس دين الله تعالى نوز نامال دارن دا جالس تبليه. جل بس الله تعالى دين أنا دين جرات وسندا أنا دين البشر وسندا جانا ييلك قلوسنا الله تعالى جالس دبليه. توحيد الألوهية. الله تعالى سينو ده الله تعالى جالس ده. إفراد الله بالعبادة. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بأفعال العباد. توحيد الألوهية دين بقول الله تعالى يبرة تجالس ده جلبسه الله تعالى أدم ده رزور نامال دارن ده الله تعالى جالس ده. توحيد الأسماء والصفات. أسماء الصفات بقول الله تعالى صفات دارن ده الله تعالى جالس ده. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه. الله تعالى اسم صفاتنا توحيد دين الله تعالى يوزن قندا اسم دار من أتاسا وشول لوردا جالس دبليو في كتابه أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم. يوزن الكتابين ده جواب صا يوزن يلتسي ده أرقلو يلتسي نتيل أرقلو. وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه. Бул эмне аркылуу болот? Аллах Таала өзүнүн эмненин тастыктаса, ошону тастыктоо аркылуу жана өзүнүн эмнени четке камаса, ошону четке кагуу аркылуу. Мен гайри тахрифин вала таътилин, гайри такифин вала тамсил. Жана бул деген аны деген жокко чыгарбайбыз, маанилерин жокко чыгарбайбыз, ошондой эле аны эч бурмалабайбыз, ошондой эле муну деген макулуктарга жаратылгандар окшоштурбайбыз жана бул кандай деп суроо бербейбиз. Тамам. Лимаза надрус хазал китаб, китаб ат-таухид? Эми суроо эмнеге биз ушул китепти, китабы таухидти эмнеге үйрөнөбүз?